تأمين ومجاب بين المغرب وقع بمدينة الضالة البيضاء على اتفاقية شراكة، وذلك تحت اسم عناية والموجه لتجار البيع بالتقسيط. ويعتبر هذا البرنامج الأول من نوعه على المستوى الدولي بنسبة المجاب بين المغرب، بحيث سيمكن حوالي 27 ألف تاجر بيع بالتقسيط من الاستفادة من تغطية صحية وتأمين مهني طور بشراكة مع سهام لتأمين. اليوم سهام لتأمين ومجموعة بيل تم توقيع الاتفاقية جد مهمة اللي غتمكن واحد الشريحة جد مهمة من المجتمع المغربي من الولوج للتأمين الصحي، وهي بطبيعة الحال أصحاب المتاجر وكذلك العائلات ديالهم. هذه الاتفاقية غيمكن كما قلت أصحاب المتاجر من الولوج إلى كل الخدمات التأمينية اللي غتمكنهم أنهم يسترجعوا المصاريف ديال التطبيب والاستشفاء وكذلك مصاريف ديال الأمومة بالنسبة لهم والعائلات ديالهم، بمعنى الزوجة ديالهم والأطفال إلى آخره. بالإضافة أنه كنعطيو الإمكانية لهذه الشريحة أنها تأمن كذلك على الحوانت ديالها ضد كل مخاطر لا قدر الله الحريق، كذلك من طبيعة السارقة إلى آخره. تدخل شراكة بين مجاب بين المغرب وسهام للتأمين في إطار المواطنة التي تنهجها الشركة على الصعيد الدولي والوطني. قمنا بواحد البحث ميداني من هذه سنتين ومشينا استطلعنا الرأي عند هاد الزملاء هادو باش نشوفوا شنو هما الحاجيات اللي عندهم الأولية. فالنتائج بينت بأنه يعني الحاجة الأولى والماسة اللي هما حاجتهم بها هو التغطية والتأمين. ففي هذا الإطار هذا بشراكة مع مجموعة سهم خططنا واحد البرنامج اللي من خلاله في إطار البرنامج العمل اللي عندنا مع هاد الزملاء ديالنا تمكننا نقدم لهم يعني منتوج تأمين شامل اللي هما غادي يمكن لهم يختاروا لي زوبسيون اللي فيه. سهام للتأمين تعتبر إذن رائدة في مجال التأمين الصحي في المغرب، كما أن شركة مجاب بين المغرب تتواجد بالمملكة حوالي 40 سنة ومنتوجاتها متاحة في جميع جهات المغرب.